هو ولد ريبيت افتر مي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله الله اكبر ولده الان ان شاء الله الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأن يهديهم إلى طريق السنة والصواب وأن يبعدهم عن الفتن وعن أصحاب الفتن والملل المنحرفة وأن يثبتهم إن شاء الله على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذين هو الذي هو دين السنة الصحيح دون تحريف أو تغيير أو ابتداع في هذا الدين نسأل الله عز وجل يبارك لهم ويبارك فيهم ويدخلون في هذا الدين وأن يثبتهم إلى أن يموتوا عليه ويجمعنا جميعا في جنة الله تبارك وتعالى. زوجته في مصلى النساء تلقن أيضا الشهادة مع بعض النسوة هناك نسأل الله أن يحفظهم ويثبتهم جميعا وجزاكم الله خيرا جميعا يا اخوان.